هل تفشل أوروبا بالتخلي عن الغاز الروسي؟ هذا السؤال يتم طرحه بالعام 2023، وذلك بعد أن كان قد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات النفط الروسية، ولكن يبدو أن أوروبا لن تتمكن من التخلي عن الغاز الروسي مع قدوم الشتاء. فبحسب منظمة جلوبال ويتنس، من المتوقع أن تستورد أو أن يستورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بالعام 2023. وإذا نظرنا بأول 7 أشهر من العام الحالي، نلاحظ أن بلجيكا وإسبانيا كانتا يعني دولتين من أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين. حتى إذا نظرنا بشكل عام، نلاحظ أنه منذ بداية العام الحالي، واردات يعني الاتحاد الأوروبي من الغاز ارتفعت 40% على أساس سنوي. نذكر أنه الاتحاد الأوروبي كان قد فرض سقفا يعني لسعر البرميل قدره 60 دولار، ولكن اليوم يبدو مع كل ذلك أنه الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من التخلي عن واردات الغاز وتحديدا من روسيا. إذا نظرنا أيضا بتكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد في الاتحاد الأوروبي، نلاحظ أنه يعني يفوق 5 مليارات يورو. وأيضا إذا نظرنا اليوم بالغاز الطبيعي يعني بالنسبة لي كيف أو ما هي النسبة التي يشكلها من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، فهو يشكل 16%. واليوم الاقتصاديون يحذرون فعلا من أنه الحظر الشامل لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في أوروبا مماثلة للعام الماضي. ويبقى السؤال، هل فعلا ستتمكن أوروبا من مواجهة أزمة طاقة جديدة في العام 2023؟